أعزائي المشاهدين أو في قناة حنا بعل، مساء الخير، أهلا وسهلا ومرحبا بكم. بسم الله وعلى بركة الله نستهل معكم هذا الفضاء الحر المباشر يوم الأربعاء 26 ديسمبر 2012، واللي نستقبل فيه سيد رضا بالحاج الناطق الرسمي باسم حزب التحرير. سيد رضا أهلا وسهلا ومرحبا بك. شكرا مرحبا، بارك الله فيك الاستضافة. سيد رضا، نبدأ الحوار معك بما قلت اليوم في جريدة التونسية. قلت الثورة تعرضت للبراكاج، لو كانت تقول لنا كيفاش صار هالبراكاج وشكون عملوا. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الكلام كان مأخوذ من الندوة الصحفية والسياسية التي قمنا بها البارحة في العاصمة. نعم، ضربت ذلك المثل في تفسيري لكلمة قطع السبيل أو تحويل وجهة لهذه الثورة. هذه الثورة لها مسار أذن به الله سبحانه وتعالى وزكاه التاريخ، ثم معناها مسار تاريخي واضح جلي جدا. على السياسة أن تطيع هذا المسار. الشعب استجاب وسار في هذا السياق بثورة معناها فاجأت قبل 14 وحتى بعد 14 في إتمام حل التجمع وما إلى ذلك، إلا أن كل الموجود الآن يدل على أن هناك خذلان لهذا المسار، خذلان من حيث أن السقف أصبح واطئا. شكون يخذل في المسار؟ نعم أكيد، يعني أكثر وضوح. أولا المحاسب هو الإمام راعي وهو مسؤول عن رعيته كما في الحديث النبوي الشريف، يعني من يتولى السلطة ابتداء ثم الوسط بصفة عامة. اليوم الدستور الذي يوضع قلنا إنه دستور يخذل الأمة ويخذل المرحلة وجاف الإسلام أيما مجافات وتعالى عليه، وهذا لن يجعل الدستور أي أرضية مطمئنة في نفوس الناس. كله برمته حيث المنهجية مثلاً. الدستور لا يبحث فتاتا، يبحث من حيث أنه منها محمي بأسبابه الموجبة التي أوجبته، وهي عند المسلمين واضحة العقيدة الإسلامية وما ينبثق عنها. حقيقة هذه تعتبر فضيحة حضارية أن يفعل هذا. ثانيا نفس المنوال ونفس المنهاج في الحكم سواء كان في الاقتصاد أو كان في السياسة الخارجية هو السابق، مع اختلاف الوجوه في الأرقام. ولم يشعر الناس، وحقيقة هذه يعلمها حتى الخبراء، أنه لم يغير لا في المنوال. نحن نطبق الآن ما وضعه بن علي من برامج كأننا نتمها بادعاء شيء من نظافة اليد فقط. إذن ثورة تقتضي تغيير جذري عميق وتقتضي مقدار من الجرأة لم نره في التعبيرات الرسمية ممثلة في الحكومة أو في الرئاسة أو في المجلس التأسيسي. هذا يشعر الناس بأن فعلا المسألة أصبحت إدارية إجرائية استعجالية بسرعة، شيء من لقمة العيش إن أمكن وكفى. وهذا معناها يعتبر حقيقة فرصة مهدورة كما سميتها في الندوة، يعني نحن أمام فرص مهدورة وفرائض مغيبة. في نفس الإطار قلت إنه الحكومة هذه حكومة إقامة جبرية، ايش تقصد بالكلام؟ بمعنى انها هذه الحكومه وهي يعني وشهد شاهد من اهلها، هي تقول دوما انها غير قادره، انها في وضعيه استثنائيه، انها مرتهنه سواء بمعنى ضغط الواقع او حتى الاجنبي. لاحظنا انها تحت وصايه الغرب، صندوق النقد الدولي، البنك الدولي، بنفس الاملاءات القديمه، لا تغيير البتة. لم نلاحظ حتى في تفاوضها شروط تعبر عن كرامه هذه الثوره، حتى في هذا المقدار غير موجود. لم نلاحظ منها الا انها دائما في حاله تبرير لهذا التنازل، هذه التنازلات والتراجعات. ولذلك هي بهذا المعنى يعني في إقامة جبرية، يعني أنها محكومة غير حاكمة لا تملك إرادتها. ونحن الآن نسعى إلى تحرير إرادة الناس، فإذا بالذي يقودهم غير محرر الإرادة، وهذا واقع حالهم. إذن لا ينتظر منهم شيء باعتبار أنهم تحت الإملاءات وتحت الضغوطات ولا يعلنوها أكثر من ذلك. معناها هذه حكومة فاشلة تحب تقوله؟ والله هي الاستنتاج فاشلة أكيد، يعني بمعنى فاشلة في مهمة ثورة، في مرحلة ثورة، في مرحلة يعني ما ادعوه لأنفسهم من تأسيس. وكلمة تأسيس تقتضي تغيير المنهاج، تغيير الرؤية، وتغيير الاستهدافات. في هذا يعني خابت فيه، إنما هو عمل إداري جاف إجرائي بنفس المقاييس القديمة، فقط تغيير في الدستور. وأي تغيير؟ تغيير في ترتيب المواد وفي صيغة المواد، أما مضامينه وروحه العامة وتوجهه فلم يغير. إذن في النهاية سيفيق الشعب بأنه يكرر أزمته وأنه يمدد أنفاس الماضي ولا ثورة في النهاية، وهذه خيبة المسح. لذلك هذا سميناها يعني اعتراض سبيل. والغرب حريص، هو طبيعي هذا أخوي فوزي، هو صراع إرادات. الغرب لن يمكننا من إرادتنا. نعم استيقظنا وتنبهنا، والغرب بالمرصاد أكيد أنه لا يريد. لكن قلناش أنه نعمل بمعزل عن الغرب اليوم سيدي. الغرب ليس بمعنى أن في وجوده،
الدولة الإسلامية تتعامل تجاريا وتتعامل بكل الصيغ مع جهات أخرى، لكن من موقع أنها كيان تنفيذي له مصداقيته وله ذاتيته. ثم في حين احنا الآن نجد أن الثورة أعطت متاح متاع عناد، متاح رهيب جدا للحكام لكنهم خذلوه، يعني الشعب خرج حتى ضد تدخل أجنبي، مثلا حاسب حتى السفير الفرنسي قالوا ديجاج، أراد المحاسبة وفتح ملفات حساسة متعلقة بالعمالة، متعلقة بالمخابرات الإسرائيلية اللي فاحت أخبارها في البداية ثم غيبت، الشبكات الموجودة في تونس ولكن لها ارتباطات خارجية سياسية أو مالية، هذا كله خذل لأسباب يعلمها حتى إسرائيل الإشارة إليها وعدم الاعتراف بإسرائيل وتطبيع. فيما بعد أصبح الجميع يذهب للخارج، ورأينا قياديين بارزين يخرجوا الخارج يقولوا لا نحن هذا لا يوضع في الدستور وليس موضوع بحث، بل رئيس المجلس التأسيسي أكثر من ذلك يقول إن تونس قابلة بالتطبيع إلا زمرة من القوميين والإسلاميين وهم قلة، وقالها كذا. إذن احنا نقدم في انفسنا ونسوق في ثورتنا على اساس انها باش تكون تأبيد للحالة التبعية، وهذا يعني مخالف لما يجب ان يكون. وعلى الصعيد الاجتماعي الحكومة ما عملت شيء؟ والله انا لست بصد محاسبتها يعني بندن بندن ومرحلة مرحلة وكذا، وانما نقيسها بمقياس المرحلة والمتاح اللي جاء بهذه الثورة اللي هو عظيم جدا. الاستناد للشعب والاستناد للثورة يعني فك الهجان تاعه في التطلع الى التغيير، والتغيير خاصه تنظر فيه الوجه الاسلامي الرائع جدا في كثير من المراحل ظاهره، هذا كاعطاء امكانيه كبيره. ولكن نلاحظ لا ان الامر حتى اجتماعيا اصبح يعني مجرد تصريف شؤون، في حين السياسه هي رعايه شؤون وليس تصريف شؤون، يعني ليست جدولات وارقام وما الى ذلك. ولاحظنا ان اهل بوزيد وسليانه وغيرهم يفيقوا عن انهم يعني لم يقدم لهم شيء وقص على منوالهم مره اخرى. بمعنى اخر حتى الوجه الاول للسياسه وهو رعايه شؤون في الملح من الامر لم يتم، والملح من الامر كما قلت البارحه جوع الناس بمثابة الزلزال، والزلزال لا يخطط له، الزلزال يتخذ في حالة الطوارئ، جوع الناس، فقرهم، هذه الحالة الرهيبة جدا التي وجدنا عليها الناس وبعد أن انكشف الستار تقتضي يعني أمرا عاجلا غير قابل، لا لتأجيل باسم الانتخاب ولا باسم التأسيس ولا بأي عنوان. ولذلك من حق أهالينا أن يحاسبوا في هذا الباب، لأن كرامة الناس ولا سيما في معاشهم وأرزاقهم غير قابلة للتأجيل، ونحن أمام نتائج فاضحة. على كل أنت حكيت على الجداول والأرقام، وحبيت نفيدك وأنه الحكومة وأعضاء الحكومة تو يقولوا أنه كل الأرقام والمؤشرات سواء في الميدان السياحي أو في الميدان الفلاحي أو حتى في نسبة التنمية في معناها ك ك ك حوصلة عامة للتقدم مؤشرات الاقتصادية اليوم في البلاد، يقولوا عبر الجداول والأرقام أن ماشيين في طريق صحيح، وأن هذه الأرقام تعكس مدى التقدم ومدى الـ يعني الـ كل ما قاعدة تقوم به الحكومة اليوم من عمل إيجابي وجاد ومسؤول، واللي باش وصلنا إن شاء الله إلى ما فيه الخير. المغالطة الكبيرة والخديعة الكبرى اللي عشناها في عدنان هي مغالطة أرقام، وبالعكس يعني الرأي العام يعني في النهاية تبين أنه يعيش وزيف في الترقيم وفي تأويل هذه الأرقام وما إلى ذلك، وهذا معروف. الأرقام هي لترضية لجهات دولية معروفة، وصندوق النقد الدولي البنك الدولي يريد توازنات معينة رقمية، لأنه يريد في النهاية تسديد ديونه، ويقدم ديون يريد تسديدها حتى حين ينصح بإرشادات اقتصادية هو لخدمة الدين وليس للمنظومة. الدليل أن أي حكومة تدخل في الجانب الاجتماعي على حساب ويكون ثم إنفاق أزيد يعتبر منها صندوق النقد الدولي يعتبره يعني إهدارا. ولذلك إذا كانت المحاسبة لهذه الجهات بالأرقام يقول لهم اللي يحبوا، أما إذا كانت محاسبة في معاشات الناس وفي أرزاقهم وفي أحوالهم وفي علاقاتهم وفي أعراضهم نقولوا ثم خيبة، لأن كما قلت السياسة ليست إدارة شؤون ولا تصريف شؤون، هي رعاية شؤون، رعاية بمعنى تأخذ الأمر تجريه على الورق تتابعه وتتيقن من أن الإشباع الحقيقي قد تم. الناس تريد إشباع حقيقي لحاجاتها وعلاقات سوية، وهذا ما لم يجده الناس لا فيما ينظرون له بالقوانين والدساتير ولا في المنفذ الواقعي العملي اليومي. علقت في الجانب الأمني أيضا في الندوة الصحفية الأخيرة لوزير الداخلية حول تفكيك مجموعات إرهابية، قلت بأنها مضخمة ونشاز. نعم الحق صغير، أنا أقول في هذا الصدد ثم رقم 2400 مليار رقم الفساد يقال في تونس على الجانب المالي اللي حسبونا فيه، هذا لا يتحدث فيه 2400 مليار وليعلم الرأي العام أهدرت أموال متسكعة أو أموال غبية أو أموال معناها قذرة ومعناها تذهب هنا هناك. هذه المقادير
لو توضع يعني في الموضع السوي من حيث أنها للناس ويرعى به شؤونهم حلنا كثير من المشاكل. 2400 مليار. نعم، هذه التقديرات لمقدار الفساد المال الفويت موجودة بتاع المال والتهريب وغيرها، يعني هذا تقدير موثق 2400 مليار. نحن معتمدين هذا سي رقم مهول. نعم أخذته من مصادره، ثم جماعة تقوم على الشفافية قامت بدراسات على حتى ثروات الموجوده في هذا مده السنه هذه يعني 2012. بعد الثوره هذه، بعد الثوره هذه 2012. نعم ولا 2011 2012 نحن بعد 2012 في اول 2012 2400 مليار. ازيدك لو نتحدث على الارقام زيد نحن حين نتحدث عن الاموال المهدره متمثله في ملكية العامه، ملكية العامه واعني بها، وهذا سي سفيان الرقيق ومنها حقيقة قام بعمل إيجابي، رئيس جمعية تونسية الشفافية في الطاقة والمناجم، بيّن أن وزارة الصناعة لم تقوم بأي تشخيص لثرواتنا الباطنية اللي هي مهدرة في شكل استثمارات تحت عناوين يعني غريبة. لا، هذه الشركات عندها الإفصاح المالي عما تملك وتستثمر. مسكار، حق المسكار مثلا 100% بريتش غاز، خرجت منه حتى الشركة التونسية بدعوى أنه غير منتج، وتبين أنه أكثر حقل في تاريخ تونس إنتاجا. إذن نحن أمام فضائح مالية كبرى فضلا عن الفضائح السياسية، وهذا لا يقال للناس. أرجع لمسألة معناها الجماعات. نعم، في هذا التعاطي ما بعد الثورة قد تقع مداخل يعني متاع أعمال مسلحة، سواء تكون جزئية أو محدودة أو تكون يعني ممنهجة. احنا بصفة عامة نأكد أن المناخ العام في تونس من حيث الصحوة الإسلامية بأبعادها ثلاثة، الناشطة والمتحفزة والكامنة، ليس في حسبانها القيام بالأعمال المادية لأنها تجد حالة انسجام في الناس. إذا ثم جهات نجم تكون دولية أو معناها مرتبطة بمصالح، لأن رجال الأعمال على الخط وبعض الفاشلين سياسيين على الخط، وثم مكينة كاملة متاع الآن صراع على السلطة، أقول قلته صراع دموي، والأسف وأحذر من إدخال الناس في هذه المتاهة. هذا يمكن يكون آليته صراع على السلطة دموي. نعم دموي، وصل بأعمال نراها حتى في الشارع مثل قاعة في الاتحاد ومثل غيره، يعني استعداد للقيام بأعمال ولو فيها إهدار الدم، وهذا الخطير، والمحاسبة واجبها هنا. فهي توظيف مثل هذه الجماعات لحسابات سياسية قد يكون، لكن كمصلحة للناس في تونس الآن حتى المشروع الإسلامي لا مصلحة له في القيام بالأعمال هذه المادية العسكرية، لأن المتاح السياسي الآن قوي جدا ويسمح بالسياسة ما لا يمكن يحققه الرصاص. حول تفكيك مجموعات الإرهابية في الندوة الصحفية. نعم. قلت أنت أنه السيد وزير الداخلية كان معناها ضخم هذه المسألة، اللي قال أن يقول شنو مصلحة وزير الداخلية اليوم باش يضخم مثل هذه المسائل، ولا ثم سوابق في هذا، سوابق أن بعض الروايات قدمتها الداخلية لم تقنع وظلت مهتزة ومعناها ما عندهاش السويفي، ما عندهاش المتابعة متاعها، ما جعل الرأي العام لا يطمئن الخطابات الرسمية. ولا سيما قرينة أخرى أنه في هذه الأيام نسمع أن منها بعض أعوان المخابرات الأمريكية جيوا لتونس يحقوا مع ناس وقاع اعتقالهم بعناوين الإرهاب، ولست أدري من العناوين يعتقلهم، هذه فضيحة في ذمة الثورة. إذن كأن هذا العمل هو أصبح معتقل واحد على خلفية ما حدث في بنغازي وقتل السفير الأمريكي في بنغازي، وهذا معتقل وقيل لا قيل ثم لأطراف أخرى ويبحثوا فيهم على التركيبة متاع ما علاقة بزيد وعمر في تونس وغير ذلك، ولا أستبعده ولا وهذا كأنهم يبررون بهذه الإعلانات من اعتقالات هنا هناك وبتضخيمها لا أنفي وجودها، لأني لست في صدد يعني الإثبات أو النفي، ولكن توظيفها وتأويلها ورد. ولا سيما أن الوقاع قدام السفارة الأمريكية تبين أن هناك فيه تواطؤ أمني من جهة أمنية، لا أقول الأمن كله، وفيما بعد تغيرت وقت وزارة الداخلية جهة أمنية عن جهة برك أمنية عن وزارة الداخلية مع جهة أخرى، ثم نزاع واضح وجلي للعيان في وزارة الداخلية تدافع ووقع تغيير شخصيات قيادية فيما بعد، وقلنا في إبانة أن هذا العمل المقصود به خلق وضعية سياسية. شو عندنا شكون يحكم في وزارة الداخلية بخلاف الأعوان وإطارات قيادي في حركة الناظر قال هناك تواطؤ، قال هناك تواطؤ، وأنا لا أخذ الدليل منه وإنما أخذ الدليل من الوقائع بينت. فسر لي إيش معناها تواطؤ، فسر لي تواطؤ بمعنى أريد للعمل أن يقع، لأن هناك ناس تتربص بالنتائج، وهي بيان أن ثم حاجة لسلطة من نوع آخر، سلطة منها بترضي أكثر الأمريكان، ترضي أكثر الغرب، هي القادرة على المحافظة على مصالح، ولذلك لابد من خلق الوضعية ثم تقديم الحل، وهذه منهجية معروفة، لأنه القفز الآن إلى الحكم أصبح كل شيء فيه ممكن،
وهذه من ممكنات المؤامرات وقد تبينت وأصبحت مكشوفة، وأكثر من صحيفة فيما بعد علقت على ذلك، ولكن الخطاب الرسمي دائما لا يعطينا الحقائق. حكيت على الصراع الدموي على السلطة، لا تعطيني موقفك باللي حدث في جربة يوم السبت الفارغ. والله هي في جربة أو في غيرها، يعني المسألة هو منها الأعمال المادية، عمل السياسي كاحتجاج ابتداء، ايا كان نوع الاحتجاج، ضد الاحتجاج ضد سياسيين او ضد ممثلي السلطه وغيرها، ايجابي لانه حاله ثوريه فيها محاسبه، فيها متابعه، فيها رفع السقف، فيها نبض وحياه، ولا سيما بالنسبه الينا اذا كانت بالاسلام العزيز اللي هو مشروع التغيير. اما ان تجاوزت الخط لتصبح عمل مادي سواء في شكل انفلات او مقصود، كلاهما مرفوض. الانفلات لا يسيطر عليه، وبالتالي من يطلق اول رصاصه لا يملك ان يطلق اخر رصاصه، قد تكون عليه ولا تكون منه. واذا كان مقصود فهذا ادهى وامر، لانه يصبح منها يسترخص دماء الناس ولاجل اهداف سياسيه. اذا نحن ضد هذا، وبيناه منذ البدايه ان الاعمال الماديه الفوضويه اذا هي اجنده ليست لأبناء هذه الأمة ولأبناء هذا البلد، اللي يدركوا أنهم الآن بالعمل السياسي يمكن يقوموا بما لا يمكن أن يقوموا به بالعنف أو بالفوضى أو بالسلاح أو بأي شكل من أشكال التدافع. نختم معك بهذا السؤال اللي يهم حزب التحرير أساسا. اليوم حزب التحرير يقوم بالعديد من الندوات والملتقيات، نعم، واللي بالفعل معناها يلزمها مال باش تقوموا بهذا الكل. اللي قال أن يقول منين قاعد يتمول حزب التحرير اليوم؟ أولا هذه الندوات تتبين جديتنا في العمل. احنا قمنا بعشرات الندوات بمعدل تقريب كل أسبوع ندوة وجماهيرية مفتوحة، وهذا مفخرة لنا. وقمنا على عناوين رائعة جدا مثل الفقر جريمة في حق الأمة، مثل هذه الثورة مقدمة لثورة كبرى وغيرها. أما الأمكنة التي نقوم فيها فهي إما فضاءات عمومية أو باستئجار عادي، يعني عادي جدا، ونجد من الناس من المتطوعين من شبابنا ما يكفينا حتى الإجراءات الإدارية الحزبية في الدفع وما ذلك. إذا نحن في وضعية انسجامية مع مناصرينا بل مع أبناء هذا البلد الذين احتضنونا فعلا كما لاحظت ذلك في بوزيد. لذلك نحن نقوم بعمل طريقة معناها ميسرة من فضل الله علينا. الرفع لكل التباس، أنصار حزب التحرير كانوا موجودين في جربة يوم الحادثة؟ لا لا لا، احنا كتخطيط للخروج مثل هذا لم نقم به ولم نبحثه البتة ولم نسعى اليه بت، ولكن نعيش مع الناس عيش طبيعي. من قد يحتج هو فرد هنا وهناك يعني بناء على تلقائيته، اما حزب التحرير ان يقوم باعمال من هذا القبيل لا البت. واضح. نعطيك في 30 ثانيه الكلمه الحره في هذا الفضاء الحر، ايش تقول سيدي؟ شكرا على الاستضافة ابتداء. نحن عندنا التزام سياسي مع الله سبحانه، مع هذه الأمة، والتزامنا الأول مع الله سبحانه وتعالى أن نأخذ هذه الأمة إلى حالة الرشد، وحالة الرشد بالنسبة إليها هي أن تثمر مشروع الإسلامي العملاق الذي بشر به الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة. شكرا لك سيد رضا بالحاج الناطق الرسمي باسم حزب التحرير، بارك الله فيك على حضورك وعلى قبولك الدعوة. شكرا مرة أخرى. أعزائي المشاهدين، بعد الفاصل نستقبل الضيف الثاني السيد حاتم الرصاصي، إطار بالنيابة العمومية لدى دائرة المحاسبات وباحث في القانون الجبائي وعلوم التصرف، بعد هذا الفاصل. مرحبا بكم من جديد أعزائي المشاهدين في هذا الفضاء الحر المباشر، وسعيد باستقبال ضيفي الثاني السيد حاتم الرصاصي، إطار بالنيابة العمومية لدى دائرة المحاسبات وباحث في القانون الجبائي وعلوم التصرف. سي حاتم مرحبا، أهلا وسهلا. مرحبا، أهلا بك. مرحبا. دائرة المحاسبات كانت تعطينا شنو مهمتها وشنو دورها؟ دائرة المحاسبات هذه هيئة دستورية، أعمالها أعمال رقابية تختص بالنظر في حسابات وتصرف الهيئات الخاضعة لقضائها أو مراقبتها أو تقديرها بصفة أجوبية ومن تلقاء نفسها طبقا للقانون والإجراءات الجاري بها العمل. هذه مؤسسة تراقب التصرف في المال العام، معناها أي فلوس بتاع الدولة سواء كانت في وزارة سواء كانت في مؤسسة عمومية كما ستاغ التونيسير غيره غيره، في ولاية في بلدية، أي مؤسسة حتى تكون خاصة وفما مساهمة الدولة في الشركة هذيك، ولا أخذت ضمانات ولا أخذت امتيازات مهما كانت عينية ولا جبائية، راهو دائرة محاسبات بالقانون من حقها تمشي تراقب هالمؤسسات هذه. دونك دائرة المحاسبات عندها دور أساسي
في البلاد كونها هي عندها دور فعال على خاطر احنا نقولوا ما تقوم الاعمال كل بالاموال. وشكون يشرف عليها؟ دائرة المحاسبات هذه تحت اشراف الوزارة الاولى والا رئاسة الحكومة حاليا، هذه بالنص وبالقانون، باعتبار وان مجلس الدولة في الفصل 69 من الدستور سنة 59 ايش يقول؟ يقول يتكون مجلس الدولة من المحكمة الإدارية ودائرة المحاسبات. مجلس الدولة هذه بالقانون هو مؤسسة عمومية به. المحكمة الإدارية هي بطبيعتها محكمة، اسمع على جسمها كما يقولوا، محكمة إدارية تخرج قرارات وأحكام حكمية في نزاعات تتعلق بالإدارة وإلا تجاوز السلطة وإلا انحراف بالسلطة. هذه تختص بها دائرة المحكمة الإدارية. دائرة المحاسبات أعمالها أعمال رقابية بحتة تحت إشراف الوزارة الأولى وإلا رئاسة الحكومة توا. نمشيه للفصل 17 من الدستور واللي تعرض في فقرتيه في الفقرتين إلى السلطة القضائية والقضاء المالي. بما أنك إطار في دائرة المحاسبات كان تعطينا قراءتك للفصل 17 بالذات. سي فوزي باش نعملوا احنا قراءة موضوعية وعلمية ما نشبش نمسوا أشخاص، بينما احنا باش نحكيوا على مؤسسات دولة، واحنا باعتبار وأن الدستور والقضاء والرقابة كلها شؤون وطنية وشؤون عامة وتهم أي مواطن، والدستور وإلا الرقابة وإلا القضاء ما يهمش حزب معين ولا مجموعة أحزاب، تهم البلاد كاملة. وكي نحكيو على الدستور نهار آخر إن شاء الله كي باش يخرج قريبا ولا الدستور المرتقب، نحكيو على دستور الجمهورية التونسية ماهوش دستور حزب معين. بالتالي قراءتي أنا كيما نشوف كونه احنا في وضع استثنائي ما بعد الثورة وفي مرحلة انتقالية وفي فترة بناء وتأسيس لمؤسسات دائمة وفاعلة في دولة، ما نقولش دولة القانون والمؤسسات، أنا نقول دولة الحق والمؤسسات ودولة الدستور أيضا. صحيح، أما نقول دولة الحق والمؤسسات. علاش؟ خاطر بالقانون نجموا نكونوا ولا نأسوا ولا نحدثوا مؤسسات، أما بالحق هي كلمة أشمل من القانون. والقانون أنت بدك سيادتك تعرف كونه في القانون فما قوانين قمعية وفما قوانين ظالمة، وعمره ما كان القانون يحتي الحق. دونك احنا ماذا بينا ان شاء الله القضاء متاعنا تبدا عنده توندونس للحق اكثر منه لكلمة قانون ولا تطبيق القانون ولا تطبيق ولا تنفيذ. باهي قراءتي انا نرجعوا للفصل 17 من مسودة مشروع الدستور. اش يقول؟ بعجالة يتكون القضاء المالي من محكمة المحاسبات يختص بمراقبة حسن التصرف في المال العام وفقا لمبادئ الشرعية والنجاعة والشفافية، ويقضي في حسابات المحاسبين العموميين، ويساعد السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية على رقابة تنفيذ قوانين المالية وختمها. وتعد المحكمة محكمة الحسابات تقريرا سنويا عاما، وعند الاقتضاء تقارير خصوصية تحيلها على رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الشعب ورئيس الحكومة، تنشر هذه التقارير للعموم. انا حبيت القراءه نتاعي باش تكون موضوعيه باش تكون عندنا مصداقيه. انا كما سبق وقلت لك ماناش نحكيو على اشخاص، بالعكس انا حاب نقول كلمه بارونتيز معناها بين ظفرين، نقول راهو مستشاري واطارات واعوان وعامله دائره المحاسبات قاعدين يقوموا باعمال جباره والناس الكل تشهد بها، والكفاءات اللي موجوده في الاطارات واعوان ومستشاري الدائره الناس الكل تشهد بها اللي عندهم كفاءة عالية برشا. دونك احنا مانيش بنمسهم الاشخاص، اما باش نحكيو على المؤسسات، احنا في دور بناء، في دور تطوير. نمشيو للمؤسسات. للمؤسسات، احنا اش قال الفصل 17 باش نفهموا للناس الكل، احنا رغم اللي باش نحكيو في امور تقنية وفنية. دائرة المحاسبات الناس الكل تعرف بالقانون وبالممارسة وبالواقع. كونها هيئه رقابيه، شو معناها؟ هي قدمت اخر مره عملت ندوه صحفيه، قدمت تقرير رقابي سنوي للسنه التصرف نتاع 2011، قامت بتقرير خصوصي يتعلق
بالحملة على تمويل الحملة الانتخابية، وتوا قاعدة بصدد إعداد تقرير فيما يخص الهيئة العليا للانتخابات. به هذه تسمى تقارير خصوصية، أما المهمة الأساسية هي إعداد تقرير رقابي سنوي لدائرة المحاسبات. به كي نشوفوا نقراوا الدستور وخاصة الفصل 17 اش يقول؟ يقول القضاء المالي، يتكون القضاء المالي من محكمة المحاسبات. السؤال يتبدل للذهن، اندرا دائرة المحاسبات تمثل القضاء المالي؟ ما عندها حتى علاقة بالقضاء المالي. علاش؟ خاطر دائرة المحاسبات هيئة رقابية. وهو باش نعطيك علاش، باش نعطيك ارغيومون اخر، كونه دائرة المحاسبات اثناء عملية الرقابة نتاعها وقت تقوم هي بالمهام الرقابية، فما نيابة عمومية بعد تنظر اش تعمل النيابه العموميه لدائره المحاسبات، تعمل التنسيق بين الدائره، دائره المحاسبات اللي هي هيئه رقابيه، والهيئات الخاضعه لقضائها او مراقبتها او تقديرها. شنو معناها؟ معناها النيابه العموميه هي تحث المؤسسات هذيا باش يجيبوا الوثائق نتاعها، باش تعلمهم اي جيب الوثائق نتاعك والحسابات، باش دائره المحاسبات الغرف اللي في دائره المحاسبات تقوم مهمها مهامها على اكمل وجه. به النيابه العموميه كذلك اش تنجم تعمل؟ ابداء ملاحظات حول التقارير المعروضه عليها من قبل الغرف المركزيه هذه اللي موجودين في تونس العاصمه والا في الغرف الجهويه، تعمل تقارير النيابه العموميه، تعمل ملاحظات واراء حول التقارير هذه. كيف كيف النيابه العموميه اش تعمل؟ تلفت نظر السلطات الاداريه الى كل المخالفات والاخلالات والتجاوزات. معناها اي اداره وسواء كان ستيغ ولا وزارة ولا بلدية حيزة، من حق النيابة العمومية كنا تلفت نظر السلطة هذه بالإخلالات اللي توجدت أثناء الرقابة، أثناء المهمة الرقابية. الحاجة المهمة اللي كونك باش نوريه كانوا دائرة محاسبات ماهيش محكمة. كيفاش؟ كونه فما من في القانون هذا موجود في دائرة المحاسبات، كونه النيابة العمومية لدائرة المحاسبات يلزمها تحيط ممثلي النيابة العمومية لدى محاكم الحق العام علما بكل الأفعال التي تختص هذه المحاكم بزجرها. شنو معناها؟ إذا كان دائرة المحاسبات محكمة، علاش تحيل الإخلالات وإلا اللي شافتها ولا الأفعال هذه للمحكمة؟ دونك هي ماهيش محكمة، ماهيش محكمة، دونك هي رقابية. به هذه معناها كنا نقراها وإحنا نعاودوا نرجعوا للفصل 17، معناها نقولوا كون دائره المحاسبات تم حذفها او تطويرها او تغييرها باش تولي محكمه ماليه وما عندها حتى علاقه بالمال العام. شنو معناها؟ دائره المحاسبات هي تراقب التصرف في المال العام. به فما خطا كبير برشا زاد موجود قانوني. كيفاش؟ كون دائره المحاسبات هي بيدها الرئيس الاول بتاع دائره المحاسبات هو بيده هو نفسه رئيس دائره الزجر المالي. دائره المحاسبات موجودة في الدستور، معناها هيئة دستورية، بينما دائرة الزجر المالي هذه محكمة زجرية متكونة عام سنة 85 بمقتضى قانون. بينما توا بعد الثورة دائرة الزجر المالي توا ولات تخدم مليح وكثرت القضايا بعد الثورة ولات متحركة، بينما فيها أربع كعبات توا. علاش ما يتمش تفعيل دائرة الزجر المالي هذه باش تكون هي محكمة قائمة الذات وتكون بعيدة على دائرة المحاسبات؟ لكن يلزم الفصل، الفصل ما بين دائرة المحاسبات ودائرة الزجر المالي. مش معقول انسان، سامحني سي فوزي باش نكمل الفكرة نتاعي، مش معقول انسان يكون رئيس هيئة رقابية وفي نفس الوقت رئيس محكمة اللي هي محكمة بتاع دائرة الزجر المالي. لكن يبدو لي ان الفصل 17 لا ينص صراحة على الغاء دائرة المحاسبات ولا ايام كي نقراو الدستور الكل برمته كما يقولوا ما فماش ذكر دائرة المحاسبات. شو معناها؟ اما انت هو كيفاش انت تقول صحيح ما تمش تنصيص صراحة على الغاء ولا فسخ دائرة المحاسبات، اما الوظائف والمهام اللي موجودة في الفصل 17 هي مهام سابقة موكولة من مشمولات أنظار دائرة المحاسبات. يظل لي كلامي واضح برشا؟ أما تبرقى إذا كان باش ندخلوا من عرش، تحب ندخل توا في الحلول؟ لا لا خلينا نجيو توا بعد الحلول. أنا حاب نسألك سؤال، إذا كان دائرة المحاسبات تراقب المؤسسات العمومية والمنشآت والإدارات، هي شكون يراقبها؟ هذيك إشكال كبير، وصدقني في دائرة المحاسبات أخلق جو
محتقن للغايه تو في دار في دائره محاسبات. علاش؟ علاش؟ كي انت كلام الملاحظه نتاعك رشيقه برشا. كيفاش دائره محاسبات تراقب المؤسسه العموميه والمال العام وما يراقبها حتى حد؟ شنو معناها؟ احنا عندنا مثل نقولوه المال السايب يعلم السرقه. انا اونت برونتيز ما قلتش دائره محاسبات راهي تسرق، لا. اما اذا كان دائره المحاسبات ما يراقبها حد، شنو يتجرى عليه؟ معناها تتحل الابواب والمنافذ للتجاوزات بين انواعها واستغلال النفوذ وتجاوز السلطه والانحراف بها. ما عندك من وين توصل وما عندك من شكون تشكي. علاش؟ خاطر بالقانون كيفاش يصير هي دائره المحاسبات؟ يعين الرئيس الاول زوز مستشارين من الدائره ويقوموا بالرقابه. ممكنش انسان رب عائله هو بيدو المصروف نتاع العائله هذيك ويجي الولد ولا المرت ولا الخو ولا غيره في وسط العائله هذيك ويقول له اجا انت قيمني ولا قدرني ولا احكم علي انا عملت تصرف بايه. هو الحكم في الان الواحد. مش معقول. نكد لك في دائره المحاسبات هاني قلت لك جو محتقن للغايه، فما شكايات لدى النيابه العموميه الحق في الحق العام، فما شكايات في وسط المؤسسه بيدها، فما احتقان كبير ما بين القضاه انفسهم، وفما احتقان كبير ما بين القضاه والاعوان. هذا الواج على خاطر ما فماش المسؤولين المسيرين في دائرة المحاسبات والقائمين عليها واللي يسيروا فيها عمرهم ما كانوا عادلين وعمرهم ما يتصنتوا للكفاءات وعمرهم ما يدخلوهم في اتخاذ القرار. كنت تشكر فيهم توسي حاتم. انا نشكر في القضاة الكل. هاي. القضاة الكل بدون استثناء، اما المشكلة انا قلت لك المشاكل جاية من المسيرين المتصرفين في الدائرة. هذه هي الاشكال. صحيح انا لا الكومبيتونس نتاع لي كونسيي نتاع الكور دي كونت واعوانها واطارات او عملها نكد لك كفاءات عاليه ونشكرهم الكل، وبالعكس انا نشد على ايديهم خاطر قاعدين يخدموا في خدمه صحيحه. اما تبقى ديما مشاكل في التسيير وفي التصرف، تجاوزات في دائره المحاسبات بالجمله. وانا بربي بالمناسبه هذه ادعو الحكومه نتاعنا هذه والمجلس التأسيسي باش يبعثوا لجنة رقابة على دائرة المحاسبات. علاش؟ خاطر هي هذا القانون يخول باش يبعثوا لجنة رقابة على ما فهم الدائرة. مش نقول لك عليها، مش نقول لك القانون تقول يخول ما يخولش، أنا باش نجم نجاوبك. احنا بالقانون ايش عندنا؟ عندنا المجلس الدولة يتكون من المحكمة الإدارية ومن دائرة المحاسبات، وعندنا في القانون كونه مجلس الدولة رغم اللي هو افتراضي، ما فماش هيكل معناها مكرس ولا مجسم، ما فماش مجلس الدولة، حاجة افتراضية. أما مجلس الدولة يتكون من الهيئتين هذوما، هو مؤسسة عمومية بالقانون، وأي مؤسسة عمومية خاضعة للرقابة. وشكون هم أعضاء الرقابة هذوما؟ هيكل الرقابة هي الهيئة العامة للمالية، الهيئة بوزارة المالية، هي فما الهيئة العامة في وزارة أملاك الدولة وشؤون العقارية، وفما الهيئة العامة لرقابة المصالح العمومية برئاسة الحكومة. ما نحكيوش بعد فما زادة التفقدية العامة في كل وزارة، ونحكيو على المراقب المصاريف وغيره، هذيك تدخل كلها في أنواع الرقابة اللي باش نحكيو عليهم بعد كان تحب. لا الوقت هو ما عادش يسمح، خلينا نمشي معاك الجانب الحلول بما انك ملم بهذه الوضعيات الكل وعندك قراءه يعني خاصه ممكن للفصل 17. شنو الحلول اللي تراها اليوم حتى نبتعد عن كل اللي قلته انت اليوم الاحتقان المتواجد اليوم في دائره المحاسبات؟ باهي احنا باش نمشيو، معناها انا نقول هذه راهو القراءه، نتمنى كون اعضاء المجلس التاسيسي يسمعونا في الفكرة هذه والحكومة تسمعنا والمجتمع المدني يسمعني في النقطة هذه بالذات، خاطر هي أنا متأكد باش تحل منابر حوار ونقاشات واسعة إذا كان ما تكونش في جرتها نقاشات بتاع أطروحات ولا شهادات ماجستير. نسمعك سي حاتم. باهي. بالنسبة للقضاء المالي، اسمعني احنا نحكيو كونه في النظام القضائي الأنجلو ساكسوني اللي هو نظام أمريكي وكندي. هذا قضاء موحد. شنو معناها؟ معناها انت كي تمشي تشكي باداره ولا تمشي تشكي بشخص ولا فما نزاع ما بين اداره ولا سلطه ولا غيره، كونك تمشي تشكي المحكمه واحده قضاء موحد. فما القضاء الفرانكوفوني اللي هو المثال عندنا فرنسا. كيفاش هذا؟ هذا يعتمد على ثنائيه القضاء. شنو معناها ثنائيه القضاء؟ معناها عندنا قضاء عدلي وفما قضاء اداري.
باهي انا اللي تفاجأت به كيفاش يقولوا في الدستور هذا سامحني كونه تخلق والا تراه انا راها حسب رايي انا بدعه في تونس ما بعد الثوره. شنو معناها؟ اذا كان احنا عندنا تجارب عريقه في الانظمه الامريكيه والفرنسويه الدواليتي هذه في فرنسا والمونو في امريكا، علاش نخلقوا هنا الترياد ولا التريلوجي نتاع قضاء عدلي واداري ومالي؟ علاش هذا الكل؟ نهار اخر بربي مجلس تنازع الاختصاص ما بين انواع القضاء هذوما كيفاش باش يكون؟ يقسموا كل واحد يمشي الملف معناها واحد كل واحد ياخذ منه بارتي فوالا معناها باش يكون تشتت بعينه. انا المقترحات نتاع الحلول انا في رايي ناخذوا المثال الفرنسي اما نعطيه خصوصيه تونسيه ان شاء الله. انا نتمنى المجلس التاسيسي يسمعني خاصه لجنه القضاء العدلي والاداري والمالي يكونوا يسمعوني والحكومه تكون تسمعني خاطر اللي باش نقوله ان شاء الله يكون مهم برشا. انا نتمنى كونه اغزلي تكون دو برونش دو دروا. شنو معناها؟ فما عندنا القضاء العدلي. شو هي القضاء العدلي؟ فما عندنا المحاكم الابتدائيه، محاكم الاستئناف هذوما على القضاء على التقاضي على درجتين، وفما عندنا محكمه تعقيب اللي هي محكمه قانون ويوكل اليها فقه القضاء. ايوه هذا واضح من شيرت هذا المقترح هذا اللي واقع بالنسبه للقضاء العدلي ما فماش اشكال. نجيو للقضاء المقترح نتاعي ان شاء الله يكون ويتسمع نجيو نحكيو ما عادش على القضاء الاداري كهو برانش وحده دو دروا. شنو معناها؟ القضاء الاداري نوليو نسميوه القضاء الاداري والمالي. شنو معناها؟ معناها المحكمه الاداريه تولي اسمها المحكمه الاداريه والماليه. واضح؟ باهي. هالمحكمه الاداريه والماليه اش تكون فيها هذيا؟ تكون فيها دوائر ابتدائيه واستئنافيه. باهي. نجيو للتعقيب للقرارات والاحكام اللي تصدرها المحكمه هذه هي المحكمه الاداريه والماليه. شكونوا نفعلوا ونحثوا مجلس دوله؟ اش يعمل مجلس الدوله هذايا؟ هذايا يكون عنده مهمه تعقيب على قرارات اللي تصدرهم المحكمه الاداريه والماليه. معناها محكمه تعقيب لاحكام وقرارات اللي تصدرهم المحكمه الاداريه والماليه وتولي هذيك زاد يوكل المجلس الدوله هذي اللي هو محكمه التعقيب بالنسبه للقضاء المالي والاداري، مش فاصل ما بين اداري وحده ومالي وحده، مالي واداري فقط قضاء يوكل الى مجلس الدوله ويكون مجلس الدوله هذايا هيئه تعقيبيه بالنسبه للقضاء المالي والاداري اللي هو ملموم مع بعض. انت فكرت ام بلوك؟ لا اما انا نتصور هذايا يمشي مع الخصوصيه التونسيه، اما اذا كان باش يقع تشتيت باش تكون صدقني كارثه ويكون تتحدث ثوره اخرى. حاجه اخرى نحب نقولها لك بعجاله بالقضاء المالي. القضاء المالي باهي الدوائر الجبائيه في المحكمه الابتدائيه علاش ما يتعطوش للمحكمه هذه؟ علاش توا انسان عنده نزاع جبائي مثلا جاي عنده تاكساسيون دوفيس عنده ابتدائيا واستئنافيا في المحكمه الابتدائيه المحاكم الحق العام بينما التعقيب يمشي للمحكمه الاداريه؟ علاش يصير هذا؟ دونك المتقاضي نهار اخر عنده اشكال في المال، هذه قضيه جبائيه معناها نزاع مالي. وحاجه اخرى قلت لك باش نرجعوا لدائره محاسبات ماهيش محكمه. ما نحكيو على محكمه كان فما تنازع، فما نزاع، فما زوز اطراف متقاسمين، في دائره محاسبات ما تجيهاش شكايات كيما هكا. تجي لشكون شكايات كيما هكا ولا تتحاك؟ كان لدائره الجاج المالي، وقتها فما نزاع ما بين زوز اطراف، وقتها فما حضور محامين، وقتها فما قاعه جلسات، معناها دائره المحاسبات ما تكون هيك كان هيئه رقابيه. حاجه اخرى باش نعطيك حل، انت حكينا على القضاء، حكينا على القضاء المالي، حبينا نحكيو سامحني على الرقابه. انا ناكد ونقول اذا ماذا بينا في الدستور نركزوا فما حاجه ما تقلتش، مش معقول السلطه التنفيذيه ولا القضائيه ولا غيره يتراقب نفسها بنفسها. شنو معناها؟ انا ماذا بيا هياكل الرقابه الكل بما فيهم دائره المحاسبات والهيئات اللي كنت نذكر فيها الهيئه العامه بوزاره الماليه والاملاك الدوله وغيره والتفقديات العامه يكونوا كلهم هياكل هذوما كلهم موحده فيش في مؤسسه اسمها مراقب العام كما في الدنمارك والا مؤسسه تسمى هيئه وطنيه للرقابه وحمايه المال العام. الهيئه هذه تتحط في الدستور هذه تكون محايده وذي الرئيس الاول والرئيس بتاع الهيئه هذه سامحني رئيس الهيئه هذه يكون عنده
امتيازات وزير ويكون الاقتراح والتعيين والعزل نتاعو من رئاسة الحكومة والرئيس الجمهورية ورئيس مجلس الشعب. على كل شكرا لك. ان شاء الله انت مقبلة تقول ان شاء الله مجلس وطني التأسيسي والحكومة ان شاء الله ان شاء الله يكونوا يسمعوا فيك ايضا لانه معناها ممكن ان شاء الله هذه تكون اسمعني بادرة خير باش اسمعني نسميه المسميات بمسميات ان شاء الله تكون بادرة خير. سامحني امان الوقت انتهى يقولوا لي الوقت انتهى. شكرا لك سيد حاتم الرصايصي إطار بالنيابة العمومية لدى دائرة المحاسبات وباحث في القانون الجبائي وعلوم التصرف. إن شاء الله في مناسبات أخرى وتكون تتحدث ونعطيك وقت أكثر من هكا. أعزائي المشاهدين شكرا بارك الله فيك. أعزائي المشاهدين إلى هنا انتهى توقيت برنامج الفضاء الحر لهذه الليلة. متابعة طيبة لبقية برامج قناة حنبعل. إلى أن نلتقي لكم منا أجمل التحيات وتصبحون على خير.